هل 100 جرام الجاج تشيكن او الستيك او اللحمه او 100 جرام السمك هم هدول 100 جرام بروتين؟ يعني لما انا احط لك في الدايت او لما انت عندك ماشي على دايت معين محطوط لك فيه انه لازم تاكل 150 جرام بروتين بالنهار، هل معناته اذا انا اكلت ال 100 جرام التشيكن بريست هذا صدر الدجاج هدول هم 100 جرام بروتين؟ لا، هذه الكميه كامله. احنا بناخذ النت الصافي، الصافي في ال 100 جرام للتشيكن بيكون بالعاده مثلا 27 او 30 جرام، باللحمه نفس الشيء، هم بتكون بين ال 25 وال 30 جرام بالعاده مع اللحمه والسمك اذا انت بدك تجيب 150 جرام بروتين مثلا بدك تجيبهم بس من التشيكن، معناها انت بدك تاكل 5 قطع خلال النهار تشيكن بريست كل واحدة وزنها 100 جرام، يعني بدك تاكل 500 جرام لحمة عشان تجيب ال 150 جرام بروتين. هلا في انواع لحوم فيها البروتين اعلى، في عندك البيض مثلا تكون كل بيضة بدك تعرف قديش فيها بروتين، في عندك الحليب فيه بروتين، في كل برودكت انت بتاخده راح يكون فيه بروتين، حتى مرات شوكولاتة بيكون فيها بروتين، بس بيكون كاتب لك والله لل 100 جرام في عندك 2 جرام ولا 1 جرام، فهل هي محرزة اني اكلها عشان البروتين اللي فيها؟ طبعا لا. هيك انت بتجمع الوجبة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، مثلا كل واحدة انا بدي فيها يكون توتال النت 30 جرام بروتين عشان انا اوصل لل 150 جرام اللي بدي اياهم.